ولذلك أنا دائما أذكر نفسي وإياكم، أي واحد من هذا النوع أنت تنتقل إليه بسؤال آخر تفحمه به بإذن الله تعالى. إذا نأخذ على سبيل المثال، إذا قال واحد أنا ما أكفر الحكام، لا والله ما أكفر، جزاك الله خير، ما رأيك بمن يكفر؟ شوف كنت تعاطفون مع التكفيريين وتدافعون عن بعض، ها؟ شوف كل واحد له مذهب، كل واحد له ملة، كل واحد له ومع ذلك يجتمعون في الدفاع عن بعضهم. وإذا قلت أنت هذا يكفر أنت قال أنا ما أكفر، طيب ليش تدافع عن اللي كفر؟ طيب ما رأيك بمن يكفر؟ ما حكمه عندك؟ هكذا حتى تحقق الحق بإذن الله عز وجل.